أخبار اليوم. يا ريس كان سهل الحمد لله. لا من المنهج. أدبي. لا والله واحدة بس. نعم؟ كان سهل يعني؟ أه الحمد لله. لا طبعا ما كنتش فيه. الحمد لله الامتحان كان سهل جدا. لا كان سهل، كانت فلسفة. أو كان سهل الحمد لله. لا ما فيش غش. لا واللجنة بتبقى شادة. موبايلات ولا من غير موبايلات؟ لا من غير موبايلات، وبيخشوا جوه بيفتشوا برضو لو معاك موبايل بياخدوا. اه في امتحان تسريب بس احنا ما شفناهوش الامتحان، بس الحمد لله سهل. الحمد لله نص 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 ادب فلسفه. لا من منهج، هاجي مره منهج ازاي؟ هو نص نص يعني، بس ما كانش سهل قوي. اه في بنات عليه. اي بس مش عارفه من صعوبه الامتحان ولا لا، بس انا كان في واحده في الدور بتاعي اغمى عليها كده يعني. الحمد لله كان الامتحان سهل جدا، احنا كنا فلسفه ومنطق، وبيقولوا برضو الكيمياء سهله. هو بس المنطق كان فيه شوية تكات كده، بس الحمد لله كانت حلوة يعني. اللي مذاكر كويس هيعرف يقفل الامتحان كله. يعني كان في المتوسط؟ لا هو في المتوسط بصراحة. في شوية من الضعيف في الفلسفة، يعني الضعيف يقدر يحل في الفلسفة ويقدر يحل شوية من المنطق. لا في حلقة أو حالتين حصلت في الدور الأخير بس عندنا، وغير كده لا. الحمد لله وكان طويل شوية، وكان في حاجات رخمة بس شغالة الحمد لله. كيمياء بس فيها حاجات صعبة، كان فيها تكات كتير بس لحد ما كان طويل، بس كان أسهل من امتحان الفيزياء بصراحة. في غش كتير؟ لا لا ما كانش في غش بصراحة. في حاجات رخمة؟ لا لا برضه كان شغال يعني، امتحان الفيزياء اتعودنا بقى. الحمد لله كويس. كان سهل ولا صعب؟ فلسفة كانت سهلة. في حالات غش كتير؟ لا مش قوي. لا اللي بيبقوا تعبانين بس يعني مش اكتر، عشان رمضان حر بقى وكده. الامتحان جاي من المنهج؟ لا كله من المنهج طبعا. ربنا ينتقم من وزير التربيه والتعليم بس. امتحان الكيمياء؟ نو كومنت. اقول لك ايه؟ الامتحان كان صعب، كان فيه تريكات كتير قوي وكان طويل قوي. يعني فيزياء وكيمياء، يعني انا اشيل مادتين فيزياء وكيمياء حرام. وامتحان الفيزياء انا مش عارفه يعني، انا مش عارفه اعدي منهم اصلا، ربنا يستر. انا مفيش اصلا كليات قمه السنه دي، خلاص احنا استعوضنا ربنا. الامتحان طويل ووحش. ايه النهارده في الامتحان؟ زي الزفت. لا حلو، كان امتحان حلو. لا فلسفه. كان كان جميل.